انا مات هذاك الدري اللي مات في بلوك جوج دابز مع واحد الدري دابز معاه ووليت فكيتهم وتصالحوا الدراري صافي. قال لي انا سير غادي نجي للدار صافي ما بقاش جا بقى كيدور تما مع الدراري بالراحه حتى للربعه. الربعه الصباح ملي مشيت قال لي غاسيري راه غادي نتبعك دابا انا خدام غادي نجي عندك دابا راه خدام ان شاء الله غادي نخدم الاثنين غادي نحد غادي نجلس. داك النهار يعني ما كانش خدام؟ لا ما خدامش ما كاين عندهم العيد مع العيد صافي. قال لي غاسيري غادي نجي نتبعك صافي. جيت جلست في الدار ما نعست كاع بالتفايقه ما جانيش النعاس بتفشر جم شويه كنسمع الغوات كنسمع الغوات انا ما بيتش نخرج كنقول راه هو ما تيديرش الصداع باش نخرج ليه زعما ما دارش الصداع. ايوا ملي خرجت لقيتهم كيشتفوا علي برجليهم هما كاينين ربعه الدراري لقيتهم شتهم بعينيا دفعت كاع واحد دفعت وزف عليا بواحد الموس احمر واحد الموس احمر ديال الخضره صغير زف عليا به بين ما قال لي زيد زيد يلاه يلاه راه قتلناه. اين هما عاقلين؟ انا شتهم وكنغوت كنغوت كنغوت بزاف حتى جاو البوليس جا واحد أربعة الصباح أربعة بيل كان يعني لا ما دخلش. قال لي راه قال لي انا قريب الحمام ملي خرجت كنجري غا خرجت لقيته طايح غارق في الدم زاد ليه ضارب ليه راسه مع التريطوار صافي ما عاقلش عليا كاع ما عاقلش عليا وخرجت كنغوت وهو شديت في واحد الدري كنعرفه واحد فيهم عرفته وانا دفعته هو يزف عليا بواحد الموس احمر وتايقول لي هزاف لا الموس ما بيش نبين سميته وقال لي زيد راه قتلناه ومعهم واحد كيفك كيقول لي صافي صافي عليه راه قتلتوه. اذا ما عرفتوش معاهم الله اعلم واش ما نقدرش نكذب. هما اربعه اللي لقيت انا اربعه ديال الدراري اربعه وانا كنشوف فيهم مزيان شكون فت ولدي فت ولدي ومشيت ليهم هما لا ما عاقلش. ديك الساعه كيشخر الدم خارج لي من فمو من ودنيه ومن راسو صافي. ملي داك الشيء لقاو جاو الدراري جاو شي دراري ولاد خويا وجاو الناس كاع تجمعوا وشدوهم هذوك الناس شدوهم الامن الله يعطيه الخير الله يخلف عليه. باش قتلوه يعني فين قتلوه؟ غير برجليهم شتفوا عليه برجليهم ما ضربوه بموس ما مضروب حتى فشي بلاصه غير برجليهم صافي قتلوه معاه هو ما تيديرش ما كيدابش اصلا ما ماشي حاجه يعني ماشي بموس ماشي بموس ماشي بوالو برجليهم. قال لي حنا راه شتفنا عليه غير برجلينا. قال لك ما عرفوش قال لي راه لقيناه وقال لنا واش هانيه وقلنا ليه الا ما هانيه نهنوها صافي تناقشوا هما وياها. دابا انا عندي الشهود راه كاينين عندي كلشي الدراري اللي شافوا داك الشيء كامل. جا واحد ولد اختي لقاه كيضربوا فيه ملي جريت انا على واحد رجع ليه الاخر. داك اللي كان رد البال وكيقول لهم كحزو كحزو هرب حتى هو رجع لديك الدار نفس فين شدوهم. ايوا قلت لك وكانوا هذا الشيء اللي عطى الله دروك انا كنطالب الحق ديال ولدي. في البلاصه مات ولدي يلاه هزوه فسميتو مات يلاه هزوه مات عنده 30 عام هو اللي كيخلص ليا الكراه هو اللي هزني هو اللي كيسير عليا. انا مريضه بعدا اصلا في الضيقه مريضه بالحساسيه هو اللي باه مريض توا فيه السكر هو اللي مكي خدام وكلشي راه عارفينه هو خدام وصافي هادشي اللي عطاه. ما فيش مشاكل راه هو يسولوا عليه ما عنده حتى شي مشاكل. دروك انا كنطلب الحق ديال ولدي راه قتلوني حتى انا وقتلوا العائله كامله ديالته دروك بينا اي بزاف كاع وبينا نتحولوا كاع دروك من هنايا بينا نرحلوا كاع ما بقيتش نقدر نقعد مازال نشوف مازال ديك الشيء كامل. يعني كتفكري دروك انا كنتفكر فين ما مشيت ديك البلاصه اللي مات فيها ما قدرتش مازال نشوفها. ما عمرني دعيت شي واحد ما عمرني ديكلاريت بشي واحد ما عمرني وصلت مع شي واحد كاع المخزن اصلا. انا كنطالب الحق ديال ولدي يتحكموا في داك الشيء اللي كيستحقوا صافي. هذا الشيء اللي كنطلب انا هذا الشيء اللي كنطلب. ما يمكنش يبقى المغاربه يكونوا بحال هذاك الشكل ما يمكنش يوقع لهم بحال داك المشكل اللي وقع لولدي انا. وكنحاول شي واحد ما يوقعش ليه المشكل اللي وقع لولدي انا. قاش ولدي داروا ليه داك الشيء ديال الوحوش شتفوا عليه برجليهم. انا ما بغيتش شي واحد يوقع ليه شي مشكل بحال ولدي.